خلال رمضان على رؤية بكل معنى الكلمة، سنكون على موعد مع الإبداع وفريق فوق السادة. صباح الخير. بدنا نرحب بيوسف جعرون وبمحمد زغول. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا في حلوة يا دنيا. يا أهلا. منورين أنتم يعني. سعد صباحكم، صباح الكل طبعا. صباح الخير. اهلا. سنه انتم سالمين وانا سالمه يا رب. يعني احنا بنعرف انه انتم كمان بتظهروا بالبرنامج الاروع، انا بالنسبه لي مش لانه انتم قاعدين، تشويش واضح من اجمل البرامج الكوميديه السياسيه الاجتماعيه اللي فعلا بتقدم عمق، واحنا مش اول مره بنستضيفكم بحلوه يا دنيا، ودائما بتفحمونا صراحه يعني هم بفوتوا وبيمزحوا وبيعملوا عجقه بالاستوديو، بس لما تبدا تحكي معهم بتحس قد ايه شباب فاهمه وواعيه وعم بتحاول تقدم كل ما يليق المواطن الأردني. كيفني معكم؟ لا مليح. مليح، إحنا طلعنا شوي فهمانين وعيين. طب إذا أنت ولا أخوك أخوي يعني هو أخوي الأكثر فهم وواعي من الها. بس الحمد لله يعني تشويش واضح من لاقى نجاح كويس، وإحنا كثير مبسوطين بهذا الإشي، وإن شاء الله هسه فوق السادة في رمضان كمان الناس ينبسطوا بالوجوه اللي كانت تطلع في تشويش والوجوه الجديدة اللي إحنا جايبين إن شاء الله. يعني. تمام. أنا اسمح لي أبدأ مع محمد وأسأل طبعا. محمد، خلال فوق السادة راح تبتعدوا شوية عن السياسة والنقد السياسي، لأنه بصراحة والله هلكتوهم. يعني في كم شخصية من هدول، إن كان نواب أعيان وزراء، يعني مسكناهم حتى الرئيس يمكن كمان طالب بعض النقد احيانا يعني بضيحوهم برمضان ولا كيف فوق السادة ولا له دخل شيء كوميدي بحت، يعني كله حرايق. ما في يعني هاي السنه اوكي في كم شوي اسقاطات انه نحكي على شوي كوميديا سياسيه وهيك، بس راح نريح الناس النواب والوزراء اللي هلكتوه اللي هلكناهم تقريبا. كنا عم بيحضروا لها ولا بعد العيد بنحضر ان شاء الله بعد رمضان القاضي بعدين ان شاء الله. طيب بدي بحب اسالكم عن الوجوه الجديده اللي راح نشوفها بفوق الساده لهالموسم بشهر رمضان المبارك. احنا السنه هاي حاولنا ندخل معنا مواهب جديده اول مره بتطلع على التلفزيون، فعنا تقريبا 5 شباب جداد. اذا اسامي نحكي عبد الله شمالي، عندنا محمد علي، كريم عريقات، احمد شيكس علي، احمد علي شيكس، محمد ولا علي شيكس احنا بناديه وعندنا عوده بوشناق، عندنا 5 شباب شناق المهم بوشناق شناق. نتعرف عليه معلش بالتصوير اكثر. ان شاء الله يعني احنا بنشوف انه لازم دم جديد يفوت مع الناس، وهذا بعطي اضافه لإلنا احنا حتى الممثلين، بصير الناس هذول متحمسين اكثر، فبتلاقي بطلعوا نكت جديده احنا نطلع نكتنا، فبصير هيك الكومبينيشن حلو بين الاثنين. طب يوسف ما دامك عم تحكي على الكومبينيشن الحلو، انا حد علمي يعني بعرفش اذا انا هيك 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 اللي بعرف، انتوا صبايا ما في بينكم يعني او اغلبكم شباب. لا والله. طب ليش يعني انتوا بتستبعدوا العنصر النسائي ولا لا هي اجت بالصدفه؟ لا او بتفكروا انه يكون بينكم صبايا في العمل؟ لا مش هيك، احنا بس عشان شباب مرتاحين مع بعض دائما مثلا او وبعدين معك لا مرتاحين ما بدهم يشتتوا انتباههم وتركيزهم، بنضلنا للساعه 4 الصبح 5 الصبح مش معقول في بنات تضلوا. بعدين احنا بنكون 15 16 شاب، فيمكن يعني تصور للصبايا الصبح بعدين الشباب انهى. لا هي الشيء فهمني ما لا كثير. انا صار لي ساعه بمدح فيكم قال الشباب انهى يعني انهى الشباب معقول عشان ظبطنا عشان ظبطنا. لا هو البنت يمكن تكون مرات ضروريه انه للادوار الهاي، بس احنا شايفين مش عارف انه بيكون اكثر بضحك اذا شاب بيعمل دور بنت، فاحنا اغلب الاوقات اغلب الاوقات انه الشاب اللي معوش لحيه او اللي بيقدر يستغلها هاي بنحلق له وانه يعمل دور بنت من لبسه باروكه وفستان وهيك وامكانه يشطح في الدور ويعمل حاله تميزته فيه ايوه فبكون نعم من لبسه فستان فبكون اكثر مبسوط يعني نعم انه بيمثل. المهم محمد ما ينزعج بالله. لا الحمد لله محمد بعدونا عن الصبايا هو مبسوط ما بدنا نزعلك. طيب بدي اسالك محمد عن فقرات فوق السادة لهذا الموسم، يعني احنا تعودنا على فقرات معينة، هل راح نشوفها كمان برمضان 2015 ولا في فقرات جديدة تماما؟ يعني هو تقريبا نفس يعني قريب من رمضان الماضي اللي هو راح يكون فقرات مقسم لفقرات البرنامج، راح ابلش بسكتش بعديها في اللي هو احنا مسميناه المين سيت في اثنين استوديو يعني تبعنا استوديو تبعنا انه البرنامج ببلش بستوديو اثنين بيحكوا عن ممكن يصير معهم موقف او بيحكوا عن شيء معين،
بعدها راح اكون ابو السعيد اللي هو المصطلحات البدويه القرويه اللي هاي ممكن واللي هي صارت اكثر سواليف يعني سواليف ابو السعيد بيحكي قصه صارت معه او قصه عن اي شيء معين. بعدها في كمان سكتش ثاني كله كوميدي طبعا كله ما له دخل يعني بموضوع. بس هاي السنه في عندنا كانوا يعني معروف صغول الازنخ واحد الفقره اللي هاي الازنخ واحد بس يمكن هاي السنه يعني حاولنا نقتله يعني فما راح كثير يطلع يبين فهو نوع من التجديد بالفقرات او تطوير عليها اكثر من انه احنا بنكرر نفس الفقره الكامله. واحنا هاي السنه عندنا يعني اضافه جديده واللي هو عندنا مخرج جديد شاب اسمه شفيق العلبي اذا بتعرفوه يعني شاب يعني موهوب وشوي لاسع زي ما بنحكيها الانرجي عنده مش طبيعي مش لاحقين عليه وبعدين بتعتقدوا انه حرك فريم يعني هاي السنه اعتقد انكم راح تشوفوا فوق الساده مختلف ولكن حافظتوا على الاشياء الاساسيه زي ما تفضل يعني الكلام البدوي بمصطلحاته هاي الفقره العربيه الشعر كمان تقاطع الكلام لسه موجود ما هو هاي ازنخ يعني التغيير يعني هو التغيير يمكن يكون عندنا هاي في تقاطع الكلام اللي هي ازنخ واحد نفس الشيء يمكن الشعر كمان يكون اخف ظهوره عن السنه الماضيه هاي السنه اكثر مركزين على المحتوى يعني مركزين على الكوميدي سكتشات مع التصوير والتقنيات الجديده اللي مستخدمينها يعني راح تشوفوا اشياء من تفجيرات ومن اشياء حلو. يعني انت ما هي بتحاول مع حرايق فؤاد نحاول نخليها شوي احنا كل يوم بالله عليك حرايق ان شاء الله نطلع ان شاء الله فؤاد سالكم عن العنصر النسائي وقلتوا انكم مبتعدين تماما وانتم حاولتوا انكم تختصروا هذا التصوير اللي صار ولكن زميلتنا ندى المصري قد ما هي مصره وبتحب شغلها راحت على اربد ووصلت لكم وصورت ما وراء كواليس فوق الساده جنناها مبسوطين انت واخوك مبسوطين بالعنصر النسائي مبسوطين بالعنصر النسائي انبسطنا كثير صراحه طيب هلا بنشوف والله كلنا بننبسط بس نشوف ندى خلينا نروح مع كواليس فوق الساده ناصر رح نبلش من عندك بما انك كنت المخرج للسيزن الماضي او الموسم الماضي من فوق الساده، شو فين الشغلات الجديده بالموسم هذا لرمضان 2015؟ هاي السنه 2015 يعني حبينا نعمل شيء جديد لانه يعني لنا سنه تقريبا بنعمل تشويش واضح بيطلع و2014 فوق الساده، فهاي السنه حبينا هيك نعمل شيء جديد، حبينا نعمل شيء مختلف. ففي كاركترز كانوا موجودين معنا في 2014 هاي السنه ما راح يطلعوا مش موجودين بس هو ظل أبو السعيد اللي موجود معنا في هذا السيزن. كمان في عنا ممثلين مواهب جديدة أول مرة بيطلعوا على الكاميرا ناس شباب عن جد موهوبة وعندهم تالنت حلوة. وهاي السنة يعني ركزنا كثير على المحتوى وحاولنا كمان نزيد بالتقنية التصوير عشان هيك يعني جبنا مخرج شفيق معنا هاي السنة حيشتغل معنا. أنت إيش غيرت؟ إيش دريك تحكي لنا إشي على الاشياء المبتكره الجديده او مثلا كيف تقدر كمان تحمس الناس؟ هو زي ما قال لكم ناصر هاي السنه هذه السنه الماضيه كانت في شيء اختلفت يعني من ناحيه الممثلين من ناحيه التقنيه هلا عم نركز شوي كمان على غير انه يكون سكتشات نحاول نخليها احلى وغير يعني اشياء جديده عم نحاول نركز كمان على الصوره على البرودكشن فاليو وفي عندنا كثير اشياء راح يكونوا سلو موشن راح يكون في سبيشال افكتس راح يكون في فيجوال افكتس راح يكون في يعني شغل هوبفلي انه يعني غير من ناحيه التقنيه من ناحيه كل شيء شباب تحكوا إيش للجمهور اللي عم بستناكم؟ احضرونا برمضان 2015 على رؤية. أنا معصب. أنا هيك طبيعي. والله. كل عام. بخير. يا شباب.
طيب فرصة نحكي إنه اللي ندى اللي عملت معاه المقابلة هو بكون أخوه ليوسف هو ناصر. يعني كتير مبينة أصلاً هي إنه حتى لو حكى نفس ال حتى لو حكى نفس الجمل يعني. بس بحكي لك كتير مبينة إنه هو أخوي لأنه كتير بنشبه بعض. أنتوا توأم. أنت بتعرف أول. توأم بنفس الجمل يعني. والله ما حكى التقنيات يعني أنا الجديدة ما حضرناها. أنا ما حضرناها ولا هاي بس يعني. طلعنا بنعرف نحكي نفس الاشي نفس الاشي. انا اول ما فات على الاستوديو يوسف بقول له يي انا بموت عليك. قال لا مش انا اخوي. قلت له كيف عرفت؟ قال بتوقع كل بنات بحبوه هو. انتم منورينا اليوم يعني منوري فيكم. الله يخليك. بحب اسالكم سؤال كثير بحب اساله رمزي عشانك تعمل فوق السادة. خلينا نقول مين اليوم تعتقدوا هو المنافس الاشرس لكم برمضان 2015؟ والله هسه يعني كل يعني من مين بتخافوا بتقولوا بدي احضر حلقه والله يعني نحكي كلياتهم ما شاء الله عليهم وهيك بس بدنا نكون في يعني احنا متشوقين نحضر بث بياخة صراحه رجوع بث بياخة يعني بعد سنتين واعتقد انهم راح يعملوا إشي كثير حلو فاحنا صراحه يعني متشوقين نشوفهم طبعا مع ابو محجوب واي سي وكلياتهم كل واحد الحلو فينا يبسع كوميديا هاي السنه كلهم بقدموا كوميديا مختلفة عن الثاني فأعتقد أنه رح الناس تنبسط فيها وإن شاء الله يشوفوا شغلات مختلفة عن كل حدا ما يكون في تكرار يعني أنه لهاي الناس. طيب أنا السؤال لمحمد وكمان ليوسف بالنيابة عن فريقكم كان فوق السادة تشويش واضح يعني أنتوا هاي التوليفة الكوميدية عمالنا بنشوف وبدنا نذكر مثلا في لبنان فرق من الممثلين الكوميديين في لبنان يعني أصبحنا من وراء أعمالهم نعرف أسماء السياسيين اللبنانيين وتوجهاتهم وحتى طريقة تعاطيهم في المجال السياسي في المجتمع اللبناني لا بس إننا نشوف أحياناً بتيجي بعض الفرق الكوميدية العربية إن كان لبنانية أو غيرها بتستعرض على المسارح اللي موجودة في الأردن بتفكروا إن كان في رمضان أو غير رمضان هل لديكم خطط مثلا في المستقبل انكم تنتقلوا من المحليات الاردنيه الى مثلا العربيات شويه نروح للعربي اكثر ككوميديا علشان يعني انتم ممكن كمان هذا بيسوقكم حتى خارج يعني خارج الاردن شو رايكم فكرتوا هيك شيء من قبل سؤال ماجستير صح ماجستير طبعا لا بدناش نضل كل قاعدة بدنا شوية نشوف شو مخبيين يعني ايش حكينا شو صراحة وأعطيتكم فكرة حق المصاري انا اعطيتكم شيء بصراحة بالضبط هذا اذا بتشتغلوا عليه وبدور شوية بتجيب كثير فلوس واحنا الناس بنفهم عليها بعدين يعني من اكثر الشغلات المبسوط فيها بتشويش واضح اللي هو صارت مثلا من الناس الصغار مثلا من اعمارهم 16 سنة يعرفوا مثلا شو دور مجلس النواب مثلا يعني والدور التشريعي ونفس الشيء احنا يعني بالعاده بنفكر دائما انه احنا كيف بامكاننا نحكي عن مثلا الاوضاع العربيه والهاي بس ما هسه حاليا يعني مش مواجه شوي صعوبه انه كيف نقدر نطرح الوضع اللي بيصير في الوطن العربي بشكل عام فمرات هسه احنا اكثر مركزين على الوضع في الاردن او يعني زي ما بنحكيها شوي الاحداث هنا لا علي صوتك لحظه هاي الجمله لازم يعلي صوتك ولك يا دوب ملحقينها اللي بيصير عندنا الحدا وهون في يعني الحركه شغاله كويس الله يعطيهم العافيه لا يا في مجلس النواب نشيطين لا نشيطين الحمد لله نشيطين وعم يبدعوا يعني في كل دوره في ابداع فاحنا اول ما يصير شغله هيك يسعد الله صار الشغله انه الحلقه اللي راح تطلع حلوه بس زي ما حكيت لك احنا بنحاول انه نعمل شيء لعربي بس الاوضاع هسه في الوقت الحالي شوي مضايقتنا شوي انه ما بتقدر تطرح اي راي واحنا متعودين بتشويش واضح دائما انا بشكر صراحتك على فكره يعني نكون واقفين على الحياد ما نكون ماخذين طرف او هاي بحاله انه احنا بنعرض الواقع نعمل نكتتنا عليها والمتلقي هو يفهمها شو ما كيف ما بده يفهمها يعني فاحنا بالعكس حابين هاي الاشي نطوره وان شاء الله الاوضاع بتتحسن الفتره الجاي بحيث انه نقدر ننتقد سياسات يعني مش ننتقد هي انه نطرح
زي بيحكوا الأوضاع العربية يعني موجود. يوسف كلمة النقد مش سلبية أكيد صح، يعني أحيانا النقد هو نقد إيجابي ومش غلط كمان يكون نقد ساخر أو بناء يعني يبسط يعني إحنا بنحاول أكثر يعني في كل سكتشاتنا إن كان تشويش واضح أو حتى فوق السادة إنه نعمل انتقاد مش جارح، هو بحط منسلط الضوء على القضية اللي موجودة وهيك إحنا نضحك الناس بلكي تحركوا الناس بس زي ما حكى محمد احنا يعني اللي عندنا من قضايا دوب ملحين والله يعني عندنا دوري رفع الاسعار في المجلس ما شاء الله بساس سلاح غيره في مواد في مواد من منطمن سعاده النواب وكل المجالس في الاردن الوزراء مجلس الاعيان رح ترتاحوا من تشويش واضح خلال شهر رمضان المبارك. اسمح لنا كمان انه كل اعضاء مجلس الامه بكامل طبعاً. يعني بكامل اعضائه من اعيان ومن نواب وايضا كمان الحكومه نعيد عليهم لكم كل سنه وانتم سالمين ان شاء الله رمضان كريم يعني. انتوا ولا كلمه ليش انتوا ولا كلمه بالعكس كلهم بالعكس احنا بالعكس كلهم بنعرف انه على المستوى الشخصي اكيد 100% هم بحبوكم اكيد. بدنا نشكركم يوسف جعرون نورتنا اليوم، تحياتنا لناصر ومحمد زغول نورتنا، سلموا على الجميع على الشباب والله طبعا انا جد بحبهم من قلبي بخربط بين يوسف حفظتهم هلا خلاص يعني هو في شغلات بحكي لك انا بعدين نورتونا رمضان كريم كل التوفيق لكم بفوق الساده ودائما ان شاء الله بتضل ابداعاتكم عبر الرؤيا نورونا دائما ثانك يو كثير شكرا احنا متوقف مع فاصل معاكم مكملين حلوه يا دنيا مزيد من الفقرات